دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تسهم في تعزيز عمل المناخ في دول المنطقة في سياق مبدأ التنفيذ. وأكد الرئيس السيسي أن ما سيخرج عن اجتماع اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار للالتزام بالعمل المناخي على كافة المستويات لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية بل في العالم أجمع. فإنني أدعوكم اليوم خلال اجتماعنا هذا إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره. وإنني لعلى ثقة أن ما سيخرج عن اجتماعنا اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزامنا بعمل المناخ على كافة المستويات لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.